أسعد الأوقات أحبتي. اليوم راح أشرح لكم عن برنامج كلش مهم بالنسبة للاختصاصات الهندسية واختصاصات علوم الحاسوب، وتقريبا مهم لكل اختصاص حاب يشتغل بحوث، وحاب سواء بحوث تخرج طلبة أو بحوث تخرج دراسات عليا أو بحوث ترقية، يعني بمختلف المستويات. هذه البحوث لها علاقة بال أما ماشين ليرنينج أو إكسبيرت سيستم ديزاينز، أو لها علاقة بالداتا مايننج. هذا البرنامج اسمه وكا وكا، نفس ما نلفظ كلمة مكة وكا. البرنامج مجرد ما نكتب، طبعا هو البرنامج فري داونلود، يعني داونلود فور فري. عندنا 3 أماكن، أماكن كثيرة، لكن هو نقدر إحنا من مصدره. طبعا هو بالمناسبة هذا البرنامج كان مصمم من جامعة وايكاتو بنيوزيلندا. طبعا البرنامج نقدر ننزله من الجيت هاب دوت ايو. طبعا نختار ويندوز على هذا وننزله. طبعا راح أيضا أو من الموقع الجامعة الخاص بها وايكاتو. أوكي، طبعا لكن كلهم نطي داونلود، لكن كلهم بالنهاية يعطونا هذا الموقع اللي هو على السورس فورج. سورس فورج هو طبعا اللي يعرفون بهالمجال، هو من المواقع الموثوقة لتنزيل البرامج. طبعا تطي داونلود ينزله. طبعا الحاب يطلع عن معلومات أكثر عن برنامج وكا، يعني تفاصيله كل هذا الهيستوري الخاص بالوكا، هذه على الويكيبيديا. ويكيبيديا بها معلومات كافية. طبعا طبعا بدون ما نشرح أكثر، نضغط على داونلود راح يتنزل البرنامج. أنا أوريدي منزله، فراح مباشرة أبدي على التنصيب. راح أضغط، طبعا هو سيلف اكستراكت يعني بالمضغوط، لكن ما يحتاج برنامج قبل، يعني هو البرنامج نفس يعني يفتح نفسه بدون ورار. نيكست، اي اجري. طبعا هنا أنا ذاتي تختار المينيمم، احنا نختار الفول احسن، يعني وين نريد نخليه، على يا مكان. طبعا عن نيكست، طبعا نختار الافتراضي سي بروجرام فايلز، الراد لفت 301 ميجا بايت. اوكي وكا. طبعا اذا ما تريد شورت كات، انا ما اريد شورت كات صراحة، لان عن الديسك توب اوريدي مالي فول، وعندي يعني انا دائما الشورت كات اذا كان واحد مبتدئ. بس بما انه احنا نشرح فد برنامج نوعا ما للناس اللي هم عندهم خبرة بالحاسبات، فما يحتاج احنا نخليه على الديسك توب. طبعا مثل ما تلاحظون ده يسوي اكستراكتنج، نوقف بين ما يكمل. أحبتي طبعا الآن هو كمل، نطي فينيش. يعني صراحة ما استغرق وقت كثير. الآن إذا نكتب وكا هذا البرنامج، مجرد ما تكتب وك، طبعا أنا بالسيرش تو أو وين إحنا نصبنا سي بروجرام فايلز. أوكي دبليو وكا، راح نضغط، راح نختار. طبعا انا افضل دائما ارتبهم بهالشكل. راح نشوف وين عندنا ابلكيشن، فقط هذا الانستول، وعندنا لازم واحد لا غيره، عندنا الشورت كات. طبعا طبعا هذا اذا تريد كونسول، يعني واجهة سوداء بدون واجهة رسومية جوي. احنا راح ناخذ هذا، نختار هذا الوكا. مثل ما تلاحظون راح يبدي يحمله.
ياخذ وقت طبعا بين ما يحمله، لان صراحة هو برنامج يعني نوعا ما ثقيل، فاحنا ايضا نوقفه. طبعا بعد ان يحمل تظهر لك هذه الواجهة، تظهر لكم هذه الواجهة. احنا عندنا هذه اشبه بالبوتونز بالازرار يعني، وهنا عندنا طبعا بروجرام. هذه كلها احنا راح ان شاء الله نجي نشرحها بالمحاضرات السابقة، العفو بالمحاضرات اللاحقة ان شاء الله، في سلسلة شرحنا للبرامج الهندسية والبرامج الخاصة بالعلوم الأخرى. شكرا للمتابعة.